يكون وارد هذا نظرا انه الهيئه هذه ماهيش تحت اشراف محمد عبو، والهيئه هذه كما المؤسسات اللي عندها صفقات العموميه الكل تنظر في لي بيناليتي دو روتار، معناها قد تكون شركه قد انت قلت الله لا يقدر وانا قلت قد او مثالش بجينا نقرب شويه بالكش من الحقيقه. ياسين العياري مرحبا بك مره اخرى سيد النائب. انت لما تتكلم جوهر نسمعوا بانتباه لانه خبير في كل ما هو رقابه، ما نجم كان نستفيد منه صريحه متنافسين لا واحالنا، معناها هو احالنا على طريق واضحه جدا في موضوع الرقابة والمؤسسات العمومية. وانت ياسين عياري قبيلة شوية أحلت الناس على الفيسبوك على الموقع الرسمي للصفقات العمومية، وانت تؤكد ياسين العياري أنه رئيس الحكومة ما عندوش 20% ولكن عنده 66% في الشركة اللي نحكيو عليها عنا أيامات، وسمعنا الوزراء يقولوا أنه ما هيش مشكلة ما لقاش وقتها وبش يلفا سيدي لباغ وليست سوء نية، وأنه تضارب المصالح أيضا ما هوش فساد، ما هوش هذاك الفساد اللي معني به الوزارة اليوم باش تتبعوا المعطيات هذية. كيفاش الكل فسرها لنا ياسين العياري؟ سيدتي الكريمة، تضارب المصالح بالنص القانوني التونسي يدخل تحت طائلة الفساد. هو قال لك لا، هذه وضعية تضارب مصالح، ما صارت تضارب مصالح بما أنه ما حققش فائدة لنفسه. هبطنا وقلت المعطيات اللي هبطت الكل هي من الأبسرفاتوار اللي تابع رئيس الحكومة، معطيات متوفرة للعموم. الشركة اللي من المجمع بتاع سيد رئيس الحكومة اللي عنده فيها 66% ل 20% هذه ما فهمناش بالكل، ولي دوكيومون الكل قدينا شريها ما فهمتش من جابوها 20%. ربما يحكي على حاجة أخرى في 20% هو غلط، وبعد رصاص الوزراء نتاعو تغلط في التوانسة باش ما نقولش كلمة أخرى، ربما يحكي على الكونيسيون نتاعو 20% ما لابار نتاعو 66% في شركة ليبيا. دونك خذات الشركة هذه اللي في المجمع نتاعو العقود وهو متعاقد مع معها حقق فائدة مالية لنفسه. أنا أحكيه هنا على 43 مليار كانت العقود للشركة اللي رئيس الحكومة عنده فيها 66%. لا هو سمحني، هو مجمع الكريمة، مجمع هو مجمع متاع شركة داكوردو، فيهم شركة متاع سيد رئيس الحكومة كل متاعه خاطر عنده فيها 66%. فاليس تاخذ العقد، هي اللي خلت العقد اللي في نفس المجمع مع شركه رئيس الحكومه، وشركه نتاع رئيس الحكومه هي من تقوم بالتنفيذ، وسي رئيس الحكومه عنده 66% فيها. قداش بايو في 43 مليار؟ لا ادري. لكن احنا من اللحظه اللي تبقى مليم واحد فائده شخصيه ما عادش نحكيو على وضعيه تضارب مصالح او امكانيه تضارب مصالح. نحن قدام تضارب مصالح واقع مانيفيست طاير وحقق به فائده لنفسه. سي محمد عبو شاد صحيح باش ما يكلفش مهم التفقد. قال لك المعطيات غير موجوده، في حين كل المعطيات اللي هبطتها سواء المره الاولى او المره هذه هي معطيات متاحه للعموم، قد تكون اخذتها الموقع الرسمي لرئيس الحكومه. اي مهم التفقد تنجم تفيق بها وتجنب الحكومه هذا الحرج. فما مشكله الحقيقه، فما مشكله كبيره بحذايا زوز نواب شعب سفيان بن حميده، يا ان غران بروبليم. فما تركيا مازال ما وصلناش المشكله، مشاكل اكبر من هيك. هذا كاين كثير الشريكة بتاع في رئيس الحكومة. المنظار اللي خذاه خرج مع وزير كلفته للشركة الفرنسية الأم باش يجيب لها دي مارشي بيبليك مع تونس، مع إدارة تونس، مع استغل علاقاتك اللي عملتها مع أنت وزير باش يجيب لنا مارشيات بيبليك. هذايا في بلدان أخرى مجرم، في وقت اللي عملوا ما جرموش القانون، جرموا 18 القانون، لكن أخلاقيا وسياسيا معنا أنت كنت وزير، برا خويا تكلمنا شوف لنا أصحابك وأحبابك وما تخدمتها وأنت وزير، جيب لنا مارشيات. بعد كان معاه شريك في 2017 عملت لوغمونتاسيون دي كابيتال. بس سامحني، الشريك اللي أعطاه لوغمونتاسيون دي كابيتال أعطاه الوا سي دي، أعطاه الأسهم نتاعو. أنا سامحني، إحنا حالين شركة، تنجيو على ذاي دو بروميي غرون كونترا، اول كونترا كبير. الشريك نتاعي يعطيه الاسهم نتاعو. معناها ما تشوفوش الحكايه مسموها، معناها انا صابر على الشركه، نتعبر من كونترا ونعطي الاسهم نتاعي اللي صفقتها. الشركه هذه
خذيت المارشيت مازال ما وصلناش على ظروف اعطاء المارشيت هذاك موضوع اخر كما قلت لك الموضوع هذا يطول 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 وهذه حاجه ثانيه برك مازال سيزون 3 سيزون 4 نرجو الى ما حصل ياسين عياري نرجو للمعطيات اللي كشفت عليها الايامات هذيا وما يدخل حاليا تحت طائله القانون التونسي على خاطر احنا توا عندنا وضعيه نتاع انكار او نكران مش وضعيه احنا في حاله تضارب مصالح حقق به ما قد يكون إثراء غير مشروع ما عاد شيء وضعية يخرج منها إن شفي باع ومازلنا باع عشرة إن شفي باع حدث المشروع خدرنا في وضعية نجم تعطي رئيس الحكومة اليوم معناها في وضعية إثراء غير مشروع حسب المعطيات حسب القانون 46 سنة 2018 ما عندوش ذر هو اللي استخدم هذا القانون 46 2018 كنت من النواب التي سابقت عليه أعرف كما فيه وحتى التبريرات اللي عملها محمد عبد والله غير مقبوله وغير معقوله تماما. قال لا الفصل 20 غير واضح يسمح يمنع رئيس الحكومه انه يتعاقد كشخص طبيعي ام يسمح له كشركه مش واضح. معناها تبريرات جوريديزم في حين انه القنص واضح صريح يلشلش وكانت مدام ثانيه من اكثر الناس مواظبه على حضور المداولات لكن جوهر المغيربي بحذينا سمحني ياسين عياري يقول أن الهيئة الرقابية اللي هي تنجم تركز الرقابة متاحة على موضوع الصفقات العبوبية هذه هي ليست تحت إشراف وزارة محمد عبو اتفاعل معه فاضل خاطر هو زاد جوهر مختص في الامور هذه مع الملاحظه هذه مساله الصلاحيات هي كانت من انظار السيد رئيس الحكومه هو اللي بالاتفاق اكيد مع الوزراء ومع السيد محمد عبو تفهموا شنو الهيكل اللي مش تكون تحت معناتها اشراف وزاره الاصلاح الاداري وشنو هي الهيكل اللي مش تقعد تحت اشراف رئيس الحكومه ولكن هذا لا يمنع من انه الهيئه من انه وزاره جوهر خويا احنا راهو احنا ما جاش محمد عبو قال راهي الهيئه المختصه بالشيء هذايا خطيتني قال لا ما فماش ما يبرر ويفسر باش نكلفوا مهمه رقابه اصلا يعني الخلاف ما كناش يلزم نحلوا تحقيق الموضوع وانا هي الهيئه المختصه وعلاش لا مش غاديك لغياب المعطيات معناها لغياب المعطيات الدوسي فارغ كما نقولوا معناها سيدتي الكريمه المعطيات اللي نشرتها المره الاولى واللي نشرتها المره الثانيه واللي ربما نشرها المره الثالثه كلها متوفره للعموم ما فيها حتى شيء سري بالله اخويا بعد اذنك جوهر تفضل خليو جوهر جست يحكي معنا ياسين باش يكون الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه واضح للناس اللي تسمعوا فينا الهيئه العليا للطلب العمومي واللي هي كانت من انظارها ومن اختصاصها النظر في الصفقات المتعلقه بالشركه هذيا